بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. ثم أما بعد، الهجرة النبوية المطهرة والأمل في غد مشرق. كثير ممن كتبوا عن الهجرة النبوية المطهرة أو ممن تحدثوا عنها تحدثوا عن الهجرة على أنها فرار وخروج أو هروب من مكة إلى المدينة، فإن الصحابة لما اشتد أذى المشركين عليهم هاجروا فرارا بدينهم من أذى المشركين. ولكن الوجه المشرق للهجرة النبوية المطهرة هي أن الهجرة لم تكن فرارا، بل كانت مرحلة استقرار ومرحلة بناء ومرحلة تمثل أملا في غد مشرق وفي بناء دولة إسلامية قوية على دعائم قوية، وهي الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما زعم الكثير خرج فرارا بدينه من أذى المشركين، وإنما خرج ليقيم دولة الإسلام الأولى في المدينة النبوية المطهرة. ولذلك أول ما نزل المدينة بدأ ببناء المسجد، ثم بدأ فكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار وبين يهود المدينة جميعا، وهي ثقيفة المدينة التي نعرفها جميعا، وهي تؤسس لبناء دولة قوية تجمع جميع أطياف المدينة المنورة من مسلمين مهاجرين وأنصار، ومن أهل المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج، ومن يهود المدينة الذين يسكنون فيها جميعا. هذه الثقيفة تجمع هؤلاء جميعا في كلمة واحدة وتحت راية واحدة، وواجب عليهم جميعا الدفاع عن المدينة المنورة تجاه أي عدو خارجي. هنا يبرز الأمل أو تبرز قضية بناء الدولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فرارا بدينه، وإنما كانت الهجرة النبوية المطهرة مرحلة استقرار ومرحلة بناء لدولة إسلامية، ليعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تبنى الدول وكيف تؤسس المجتمعات. أقول قولي هذا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.